انا دابا حاشم ولا وليدات وعندي وليد ويلاه بدا كيهضر وخدام في شركة ديال الشراب. شركة اخي ديال الشراب. ديال الشراب اوكي دابا شنو منتشر في المشروبات الكحولية من هذاك النوع اللي بغا يبقى خدام ونحاول نستافد من التجارة الإلكترونية. ولكن شنو هو خاصني هذيك الدفعة الأولى أو لا معرفة ديال شي حوايج اللي أنا واحد فيهم. أنا من هذاك النوع اللي عندي اللي تقريبا راه بحالي بحالك، انا هو الشاب وعندي غير الله سبحانه وتعالى وخدامين على والدينا وعلى وليداتنا. اوكي خويا دابا القضيه ديال انك قلت لي جوج الحاجات. الحاجه الاولانيه اللي قلت لي انك ديجا بغيتي تتعلم التجاره الالكترونيه وخاص اللي عاونك، غادي نخليوها في الجنب. انا غادي مضمونه فهمتيني، نعاونك ونوريك المسائل ماشي مشكل. شكرا. اوكي ديجا كاينه فورماسيون كنعلموا الناس اللي ديطاي كاملين الخدمه، خليوها في الجنب، هذه حاله سهل. دابا البلا الاولاني هو ما فهمتش مزيان فاش قلتي لي خدام. انا ما نكذبش عليك اخويا، انا دابا حاشم ولا وليدات وعندي وليد ويلاه بدا كيهضر وخدام في شركه ديال الشراب. شركه اخي ديال الشراب. ديال الشراب. اوكي دابا شنو منتشر في المشروبات الكحوليه، ما كان لي فري بيسريات الريستورات اللي دري داكشي كامل داكشي ديال المهم كل ما يتعلق بالبرودويات ديال الشراب. واخا شوف انا فهمتك. دابا انا من خلال الكلام ديالك اخي كتقول لي باللي ديجا عندك العائله وديجا انت اللي مكلف بهم والمسائل سكيفي بحال اخويا الغزال، كتبين لي على اساس انه ما كاينش حل. دونك هذه الخدمه هذه هي اللي انا فهمتيني لقيتها سكيفي. دونك انا كتخدم فيها نتايا غير حيتاش ما لقيتيش البديل، كون لقيتي البديل من غدا تخرج. هي هادشي اللي بغيت توصل ليه. ها انت فهمتيني. او فوالا اخويا، كون لقيت البديل ما غاديش. شوف ماشي غادي نقول لك حتى الغدا، نقدر دابا حيت انا كنخدم شي فور، نقدر دابا نحط السيرو ديال الكاميو ونمشي في حالات. لدرجه اخي كنكون كليفري بعض الخطرات كيوقف عليا شي راجل كبير كيقول يا ولدي انت باقي صغير شحال هاد السنه، كنقول عندي ديك 32 عام، كيقول يا ولدي انت باقي صغير فك ما تبدل، كنقول له عمي انا راه مجواش وعندي وليدات وعندي والدي. اوكي انا نسولك واحد السؤال اخويا الغزال. دابا انا درو فهمتيني اون ديتاي. دابا انت قلتي لي على اساس كاين الوليدات والمسائل تقريبا دابا انت في عمرك 30 عام اخويا الغزال، الا بغيتي تقلب على شي خدمه اخرى واش ما غتلقاش؟ واخا بقل دابا انت قلتي 5000 درهم 6000 درهم واش ما غتلقاش؟ انا ما نكذبش عليك، شي لقى 3000 وخا 3000 درهم خدمه ولكن ما لقيتش. دابا خص تعرف واحد الحاجه دائما كنامن بها انا اخي، ربي راه كيرزق، راه ما يخليكش اخي بلاش. انا ما غاديش نقدر. شوف نقول لك واحد الحاجه، اسمعني، انا ما غاديش نقول لك اخويا خرج وما غاديش نقول لك اخي بقى فهمتيني وما غنقولش لك كاع هادشي، ولكن راه اللي نوصيك عليه البديهيات فهمتيني. حيتاش انا عارف راه دابا شوف الانسان تيكون خدام والوقت مزير وخصو يخدم باش ما كان عارف اخي، ولكن راه ربي اول حاجه راه رزقك ما يخليكش اخي بلاش. الحاجه الثانيه راه ديك الماكله اخي اللي كتاكل، انا نهضر على الخدمه، انت كشخص راه تكون زوين وباينه فيك زوين ولد الناس، انا كنهضر على الخدمه. هذاك الشيء هذوك الفلوس كاملين اللي كيجيو من ديك الخدمه انت عارفهم حرام. حرام فهمتيني، دابا انت عارفهم حرام ومع ذلك مستمر فيها. واش دابا انا نسولك واحد السؤال، ما تقدرش مثلا تحيدها عليك داك وتشوف غير شي شركه ديال سيكوريتي مثلا وترضى غير واحد 2500 درهم وتزير وحلال وانا نشوف انا متاكد زعما غادي تقاد لك الامور. انا ماشي من عادتي كنبقى ننصح في هاد الامور دائما كنبقى بعيد، ولكن انت قصدتيني وكتكلم معايا دونك داكشي علاش كنتكلم معاك اخي ترونكيل. حاجه اللي نوصيك عليها، دابا سولتيني انت على التجاره الالكترونيه عشي دائما تنربط الامور مع بعضياتهم باش انت تفهمني. دابا انت غتخدم تجاره الكترونيه خويا الغزال، ضروري خاصك فيها واحد الكابيتال ياك باش انك تبدا تبيع وتشري. اوكي وتخيل ما دابا انت ديك الكابيتال غتجيبو من فلوس اللي حرام، يعني حتى التجاره الالكترونيه اللي غتبدا فيها من بعد هي غتمشي حرام فهمتيني. يعني كاين واحد المصدر ديالها اللي صعيب. المهم انا كنتكلم معاك في هاد الامور هادو غير باش انت تعرف اخي الرؤيه والنظره من هضرتك معقوله فهمتيني. اما انا راه انا جيني للايكوميرس للراس والعين اخويا الغزال، ولكن بلا ما بحال هكا كيبقاو حنا راه غير كنهضروا عاوتاني.
راني رب. دابا انا اسمح لي قاطعتك، دابا انا الاشكال شنو هو بانني كنقلب وكنسول وما مخليش من جهدي، لدرجه باغي نغير قبل ما ولدي يتسرح لي الهضره ويولي ينطق الكلمه مزيان. ولا واحد النهار اللي انا ما عرضتش نقول ليه راه باباك خدام راه كيفرق هذه والله. شوف خويا، شوف دائما الانسان كيكون كيتكلم غير بالمعطيات اللي كيكونوا بحال العناوين، ولكن اخي التفاصيل كيلعب واحد الدور كبير. اخي ربي راه عارف اخي شنو اللي في خاطرك، فهمتيني؟ خصك تعرف هذه زعما، واخا دابا انت نشوفها من جهه اخرى، واخا انت خدام دابا فهمتيني في خدمه بحال هكا، ربي عارف اخي داكشي اللي في نيتك واللي في بالك اخي، وعارفك بلي هز الهم ماكراتي شي حاجه ما حسن. ما خاص غير تبقى مقاتل باش دير السبب، فهمتيني؟ باش دير السبب ان شاء الله راه ربي يسر لك في حاجه اخرى. انا كنعاود نقولها، انا شوف الا كنتي مخبي شي حاجه تحت منك، ما عرفتش انا ما تصرف ما تاكل واحد الشهرين، حتى الا خرجتي وتقلب في خدمه اتس اوكي، ولكن الا ما كنتيش اخي زعما ما عندكش كاع، بقى خويا خدام فهمتيني. وفهمتيني شوف اخي شي طريقه، انا زعما ما يمكنش لي نتكلم في بحال التفاصيل حيت كبار فهمتيني، راك عارف امور اللي عندهم علاقه بالدين وامور بحال هكا شي شويه فهمتيني، راك عارف. انا اللي نوصيك عليه هو دائما دير النيه وتقاتل بالجد في داكشي اللي باغي انك باغي تغير، ولكن راه ضروري غتبان لك اخي، ضروري الحياه راه بعض المرات كيعاونوا بشي دواكر اخي، يقدروا يخرجوا يعاونوك زعما. نتمنى ربي هو اللي يعاونك في هاد السيتياسيون بحال هكا، حيت انا عارف المارشي بعض المرات كتقلب على خدمه ما كتلقاش الله غالب، في نفس الوقت ما يمكنش لك تخرج عندك عائله والوليدات ومالين الدار فهمتيني، الله غالب. انا دابا تكلم معايا في التجاره الالكترونيه على الراس والعين حبيبي، ما كاينش مشكل. مرحبا اخويا، دابا انا باغي نتعلم التجاره الالكترونيه، دونك انا بتعلم التجاره الالكترونيه. هاد الكلمه هادي بالضبط غتخلي لي ميساج اخي في الواتساب، اوكي؟ غنصيفط لك اخويا الغزال كاع التفاصيل اللي غادي تحتاجهم باش تخدم مزيان التجاره الالكترونيه، غير هي بشرط راه ضروري من التعلم فهمتيني، يعني ماشي باش جاي باش داير، ضروري كدوز من فتره ديال التعلم. انا اصلا من داك النوع اللي عقلي صغير وكنتصمت وكنبغي نسافر، لا 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 شوف باينه فيك اخويا، باينه فيك كيفاش كتكلم وداكشي راه باينه فيك. بعد خطرات كتغلب اخويا مع الوقت، وا شوف ضروري راه ديال الحياه، هذه الحياه فهمتيني. الانسان ضروري بعض المرات كيكونوا ديكال اللي كيكونوا صعاب، ولكن شوف مادام ربي تيكون وسط منا واحد الهم، ضروري تيجي واحد النهار اخي اللي تنرتاحوا منه وتيعاوننا فيه اخي ان شاء الله يا رب لأمة محمد. الله يسر ليك، ومرحبا بك اخويا في الواتساب. صافي انا نخلي لك ميساج في الواتساب. اوكي يلا، تبارك الله عليك اخويا الغزال. شكرا اخويا، الله يكبر فيك. الله يحفظك، مرحبا حبيبي. شكرا، مرحبا. انا نخلي لك ميساج. مرحبا. شكرا.